شوف راه سكننا جوج، ما كان راه سكننا جوج، خاصك تحسب 100 دوير، هذا هو اللي بان لي جاز الزنا يدوكو هذي ريكرا. احنا هنا في اكادير دايرين واحد القفه احتجاجيه للنقل السياحي بالجهه مسانده للنقل السياحي بالمغرب، لان عندنا في المغرب اون نيفو ناسيونال كلشي واقفين النقلات السياحه، والمطالب ديالنا هي مطالب مشروعه وحقيقيه. بغينا التفعيل ديال الخطاب ديال سيدنا نصره الله، لانه ما تفعلش تعطى غير تقارير، الحكومه كانت غير كتعطي تقارير ولكن التفعيل ديالو على وجه الارضيه ما كاينش. من المطالب ديالنا هو تسويه ديال البنوك، تسويه ديال البنوك، لاننا حنا البنوك راه مازال ما داروا معنا حتى شي حل، باقي كيهددوا فينا وباقي كيستفزوا القطاع. وكنمشيو لعندهم البنوك يقول لك حنا ما عندنا حتى شي حاجه، حتى شي توصيات من الحكومه ولا من حتى شي حد من البنك المغرب. هذا الشيء علاش دارين هذه الوقفه. وبالنسبه للشغيله ديالنا السائقين والموظفين ديالنا راه هما معرضين للشارع، لان حنا الى هذه السوسيتي مشاو للافلاس راه حتى ديك الطبقة الشغيلة اللي خدامة عندنا راه المشروع غادي ان شاء الله للشارع. هادشي اعوذ بالله نقولوا ان شاء الله غادي للشارع. بالنسبة حنا كنساندوا الوقفة كنقالة ديال اكادير، الحمد لله راه كاينة هنا 90% ديال النقالة ديال اكادير حاضرين، وهانتوما في الصورة ماشي كنقولوا شي حاجة. باغيين الحكومة على الأقل دير توصيات على هذا القطاع، لانه ما دارت حتى شي توصيات مباشره عليها. وبالنسبه للقطاع النقل السياحي كتمثلوا الفيدراليه الوطنيه في المغرب كله، ما كيمثلنا حتى شي واحد، حتى شي واحد اخر تمثيليه كثيره على كبيره عندنا في الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي اللي برئاسه با منصور. وبالنسبه للكونفدراليه اللي هما كيقولوا بانهم كيمثلونا، راه ما كيمثلوا حتى شي جمعيه في المغرب، كيمثلوا جمعيه واقيله وحده الا ما كذبتش، ولكن الفيدراليه الوطنيه عندها 13 جمعيه ونفوذ ناسيونال من جميع المدن السياحيه. هذا الشيء علاش حنا بغينا حنا يكون حوار مع الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي اللي الامين العام ديالها هو با منصور، ماشي شي حد اخر اللي غادي يتحاوروا معاه. هذا هو البلاغ اللي بغينا نوصلوا. حنا هنا واقفين لاجل تمرير رساله تدمر وغضب واستياء عارم. حنا كقطاع النقل السياحي متأثرين تأثير كامل وشامل، يعني كوفيد 19 خلى تقريبا واحد 90% ديال المقاولات النقل السياحي انها تحبس النشاط ديالها بشكل كلي. لهذا الرسالة ديالنا واضحة، هو طلب الدعم المباشر للمقاولات والإعفاء الكلي من فوائد التأجيل، وكذلك خطاب واضح ومفهوم بخصوص عقد البرنامج باش يكون واحد التنزيل حقيقي وتنزيل شامل. بالنسبة للوضع ككل هو وضع جد قاتم، وما زال ينتظرنا الكثير الكثير، ولو نقدروا نقولوا بعد اللقاح او بعد انتهاء الازمه حتى باقي ازمه ما بعد كوفيد. لهذا احنا متضررين، وحنا هنا باش نوصلوا رساله على اساس انه التمثيليه ديالنا ما خداتش الوقت، ما خداتش الفرصه ديالها باش توصل رساله المهنيين الحقيقيين. لهذا التمثيليه اللي عندها قاعده كبيره هي التمثيليه ديالنا، هي الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي اللي عندها تقريبا 13 مكتب على مستوى المملكه. لهذا احنا في انتظار اخر المستجدات، وفي انتظار تجاوب ديال الولايه جهات سوس لاجل استقبال ولاجل تبني الملف المطلبي ديالنا لا الجهوي ولا كذلك الوطني. وكذلك احنا هنا في انتظار تفعيل مقتضيات وتفعيل الخطابات الملكيه الساميه. نحن جنود مجنده خلف عاهل البلاد، وجميع الخطابات الملكيه الساميه هي مصدر الهام لنا ولجميع المقاولين. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.